اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج بزنس ميكس. الحقيقه ان المشاريع سواء كانت شركات، مصانع او مشاريع صغيره بتهدف بشكل اساسي لمجموعه من الاهداف. رقم واحد تحقيق الربحيه للمشروع، اثنين الاستمراريه او sustainability للمشروع. وده بيكون خلال مجموعه من الممارسات الهامه جدا. الحقيقه النهارده معانا ثلاث اسئله مهمين جدا جدا اي مشروع لازم يسالهم، دول موجودين في السبلاي تشين او في سلسله الامداد او في المشاريع بشكل عام. السؤال الاولاني بيتكلم على موضوع التكلفه، وده مرتبط بالربحيه. طبعا كل ما تقلل في التكاليف بتاعتك كل ما يكون عندك فرصه ان انت تعمل مبيعات اكتر باسعار منافسه بربحيه اكتر، وده مهم جدا. فانت محتاج حضرتك في المشروع بتاعك سريعا تسال نفسك ثلاث اسئله. السؤال الاولاني، السؤال بيقول is it efficient؟ هل الموضوع بيتم عندي بشكل كفء؟ كفء يعني ايه؟ يعني حاجة بتنجز الاهداف بتاعتك باقل موارد ممكنة، تستعمل الموارد بتاعتك وتعظم العائد من الموارد بتاعتك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك بتستعمل الفلوس بتاعتك تشتري بيها بشكل كويس جدا، وبالتالي انت بتتفاوض بشكل كويس، وبالتالي بتحصل على اسعار اقل. يعني حضرتك بتستعمل تستغل الكاباسيتي او الامكانيه المتاحه عندك، سواء كنت مشروع او كنت مصنع. المصنع بينتج في اليوم مثلا 100 طن، انت بتعظم استعمال الكاباسيتي بتاع المصنع بتاعك. يعني برضو في النقل، لو حضرتك جيت تنقل بتسعى ان انت تعظم البضاعة الموجودة داخل الحاوية، ازاي تماكسمايز او توبتمايز حتة حمولة الحاوية، تحط اكبر كم ممكن، وبالتالي بتقلل تكلفة النقل. دي امثلة من السؤال الاولاني، انت حضرتك لازم تسأل نفسك السؤال ده في مشروعك. السؤال الثاني، عشان حاجة مهمة جدا، وات از ذا كوست؟ هي التكلفة في المراحل المختلفة عندي في المشروع بتاعي، سواء كان في السبلاي تشين او في المشروع بشكل عام. كل مرحلة عندي، مرحلة المشتريات، مرحلة اللوجستيات، مرحلة الإنتاج، التعامل أو الشؤون الإدارية، هل الحاجات دي موجودة عند حضرتك تفاصيل للتكلفة بتاعتها؟ لازم في مشروعك تعمل تفصيلة وتعمل حاجة اسمها cost analysis، وده بيتم إن كل مرحلة عندك بيكون ليها مجموعة من التفاصيل اللي بتحدد فعلاً أنا بصرف قد إيه في المشتريات. انا لازم اكون عارف انا بصرف قد ايه في النقل، انا لازم اكون عارف انا بصرف قد ايه مثلا في الاوفر تايم الناس عندي، سواء كان مشروع خدمي او صناعي. ده النقطه الثانيه سريعا. النقطه الثالثه، what is improvement area؟ هي ايه الاماكن او النقاط اللي انا ممكن اعمل فيها تحسين؟ والله انا عندي امكانيه ان انا اعمل كونسوليديشن واحط اكتر من حاجه من اكتر من مورد في حته واحده في حاويه، فبالتالي هقلل تكلفه اللوجستيات او تكلفه النقل. والله انا ممكن اعدل سنه في الديزاين بتاع المنتج بتاعي، وبالتالي برضه هيكون عندي امكانيه ان احط عدد كبير داخل الحاويه. والمثال المشهور اللي حضراتكم كلنا عارفينه، البطيخه المربعه بتاعه اليابان. طيب لازم تدور على الاماكن اللي او النقاط والمراحل الموجوده عند حضرتك في مشروعك اللي انت ممكن فعلا تقلل فيها التكاليف. ثلاث اسئله دول مهمين جدا لاي مشروع، ودول بيرتبطوا ارتباط اساسي بالسبلاي تشين وغير السبلاي تشين. انا الحقيقه هم موجودين اساسي في السبلاي تشين، لكن ممكن تعميهم على كل المشاريع. ده كان الكلام بتاعنا النهارده عن ثلاث اسئله مهمين جدا فيما يخص المشاريع والسبلاي تشين. لو سمحت اذا عجبك الفيديو اعمل له شير، واعمل سبسكرايب على قناه اسماعيل نصار على اليوتيوب. الى ان نلتقي في حلقات جديده من برنامج بزنس ميكس، دمتم ناجحين، والسلام عليكم ورحمه الله.